معقول لما تكون الكنافة كذابية بتكون طيبة، وخصوصا انه العجينة من خبز التوست وحشوة الجبنة مو جبنة، كمان جبنة محضرينها بالبيت بطريقة كذابية، رشوا شوية قطر شوية فستق حلبي، ما بتصدقوا قد ايه طعمها كتير طيب، رح تعشقوها للوصفة. اول اشي لحتى نحضر الجبنة عنا 4 اكواب من الحليب، رح اضيف عليهم 1/2 كوب من السكر، 4 معالق كبيرة من النشا، 4 معالق كبيرة من الطحين، وحركهم كتير منيح على النار لحتى يصير عندي القوام كثيف. بضيف علبة قشطة جيمر وكوب من جبنة الموتزاريلا، بحركهم لحتى تدوب معاي الجبنة، وبحط ماء زاهر طبعا للنكهة، وشوفوا هيك الجبنة صارت جاهزة. هلأ لا خبز التوست طحنته محضرة الطعام، واخد معلقتين كبار من سمنة البلقة اللي بنكهة الزبدة وفركتهم فيهم، بعدين أخد صينيتي مقاسها تقريبا 38، أخدت 3 معالق من سمنة البلقة كمان مع ملون طعام برتقالي وفرتها كتير منيح، وأخد طبقة منيحة من الخبز كتروها وخلوها سميكة شوي عشان ما تسيح الحشوة جواتها وتلزق بالصينية، بعدين حطيت شوفوا الجبنة بتجنن، حطيتها كلياتها للجبنة، وأكيد حطيت خلطة تانية من خبز التوست على الفرن على حرارة 180 لحتى تتحمر، شوفوا للجمال.